طبعا المحتوى البرامجي والدرامي بيعمل تكامل للرؤية بين الإعلام والثقافة، لأن الإعلام هو إحدى أذرع الثقافة في تنمية الوعي ووصول المعلومة إلى المجتمع، وكان دايما في تواصل دائم من خلال البروتوكول اللي تم توقيعه بين وزارة الثقافة والمتحدة في نقل الفعاليات الثقافية من ندوات ومهرجانات واحتفالات شعبية علشان تعمل رواج وتشجع إقبال الناس عليها.